Hello everyone, I'm Nancy and welcome back to my channel. In this video we'll be talking about months of the year. بهذا الفيديو رح نكون عم نحكي عن أشهر السنة باللغة الإنجليزية. بدي أذكركم أيضا إذا حابين ترجعوا لفيديو معين باللغة الإنجليزية، روابط الفيديو باللغة الإنجليزية رح تكون موجودة بالدسكربشن أو بصندوق الوصف، فيكون تضغطوا على أي رابط بيوديكم دغري على الفيديو. وباللغة الفرنسية أيضا إذا بترجع على فيديو باللغة الفرنسية، روابط اللغة الفرنسية كلها أيضا رح تكون تحت آخر فيديو باللغة الفرنسية. خلونا نبلش ب months of the year. كلمة months تعني أشهر، of the year تعني السنة، وبالتالي months of the year تعني أشهر السنة. عندنا نحن 12 months يعني 12 شهر. شو هن؟ أول شيء January وتعني كانون الثاني. February وتعني شهر شباط، شهر اثنين. March وهو شهر آذار. April وتعني شهر نيسان. May وتعني شهر ايار. جون وهو شهر حزيران. July وتعني شهر تموز. August وهو شهر آب. September وهو أيلول. October وهو شهر تشرين الأول. November وهو تشرين الثاني. And December وهو كانون الأول. لكن January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, and December. هول كان هذا الفيديو، إن شاء الله يكون عجبكم، وبدي منكم تكتبوا بالتعليقات إذا حابين إنه نبلش باللغة الإيطالية كلغة ثالثة بهيدي القناة، ليكون عنا أفكار أكثر إنه نقدر نشرحها بالفيديوهات السابقة. اكتبوا لي بالتعليق رأيكم إذا حابين إنه نتعلم اللغة الإيطالية مع بعض، وأنا بلاقيكم بالفيديو القادم. Goodbye.